باغو بيا لا لا حكونا مطاطا المرقب البطاطا البنه بماء الانيس قلت الماكله وكان اكل هاد الاكله طبيعيه اللي كنموت عليها روح الطرف ما كتصورش ما تقدش ايماجيني كاع دماغك ما يقدرش ريزوني شحال كنبغي انا الفاكهه هادي. بغيت نهضر على الطياب وماشي اي طياب الطياب ديال البنات ديال هاد الجيل هذا وماشي كاع البنات بطبيعه الحال ملي كنهضر ديما هضرتي ماشي تعممها على كل شيء كاينين لي زيكسيبسيون كاينين الناس اللي بنات بنت هاد الجيل هذا بنات هاد الجيل كيعرفو يطيبو عندك مثلهم ولكن الاغلبيه ما كيعرفوش يطيبو وما تناقشوش معايا علاش ما كيعرفوش يطيبو الاغلبيه حيت فعلا البنت ملي كتمشي معاها تتقدى معاها شنو غادي تطيب كتعرف واش تعرف تطيب ولا ما كتعرفش تطيب والبنت اللي معاها السلام عليكم كتقول لك جادور كويزيني جادور كويزيني تساوي ما كنعرفش نصاوب البسطيله ما كنعرفش نصاوب داكشي ديال التغماس جادور كويزيني لي سالاد بانيني غادي نقول لك سا دي فروي لي فروي دو مير سوتي على شي حاجه اما اللي كتعرف طيب هي الوالده من الاخر امك كتعرف طيب لان امك ما غادي يكون والو وغتخرج اكله ما غيكون غتكون تلعبها في الدار غتحل الثلاجه ما غيبان لك والو غتحل البلاكار ما يبان لك والو غتحل الباب ديال الزنقه غيبان لك ودخلت مريح تتكيف غتحل شي لعبه اخرى غادي يبان لك شي واحد اخر كاين الماكله راه ما كايناش وهي غتجي غادي تخرج لك اكله من لا شيء غتشد الماء وغدير معها شويه ديال التوابل وفي الاخر غتطلع مرقه وغتاكل ديك المرقه وغتبات وغتبقى صالحه لغد ليه وغتاكل المرقه بيتها غتكسر فيك الهضره على سبيل المثال غتاكل مرقه بيتها وبعد ذلك غتكون انت انسان فعال في المجتمع لانك ضارب ديك المرقه وواعر من جد بزاف وغيبقى لك بطبيعه الحال كانت كدير شويه الخرقوم الصفر تيبقى لك هنا الخرقوم يعني الطابع ديال انك تبارك الله واكل في داركم البنت الاخرى لا البنت دابا الاغلبيه كتقول لها من التقضيه كتعرفها سميتو الام ديالك كتقدر تقضى ابسط الحوايج تقضيه كامله فيها 30 درهم يعني ديال السيمانه ديال الماكله زدت فيه ولكن زعما غير هكا سي اون فاسون دو بارلي البنت الاخرى لا كتمشي انت وياها الماغجون جي في جيغون ولا كتمشي للكارفور ماركت ماركت البيت في 90 كتمشي ليه كتقداو التقضيه كتعرف ان الخلا غادي يضرب باباك الخلا لان هذاك الشيء اللي كتشري كامل اصلا زوين بوحدو بوحدو زوين كتشري شاركوتري دان فومي كامونبير فرماج روج فرماج دو بوزيور المون هولندي تتقدا غير هادشي كتشري غير بحال داكشي كله اصلا كل حاجه بنينه بوحدها وفيها المذاق بوحدها بنين تشدهم تخلطهم شو سطل سطل تشد سطل نتايا ديال الجفاف عاد هزيتي منو الجفاف حطو ولوح فيه داكشي كامل وخلطو غطلع اكله بنينه غطلع اكله بنينه لان داكشي كامل غني بالبنم بزاف وكتجي كتخلطو كتقول سي كويزيني سمحي لي يا اختي هذا الشيء راه سي كويزيني لوي ميم فهمتي شي حاجه كيطيب راسو براسو كله زوين ولا تخلطها تقول لي سي كويزيني ما تقولش لي سي كويزيني جيت نهضر لكم تقولش لي سي كويزيني صافي ما تقولش لك عارف طيب وانت ما كتعرفش طيبي حيت الطياب مهم والرجل المغربي بطبيعه الحال راه عنده لي سونتيمون حدا المعده كاين المعده هكا وعنده لي سونتيمون طايرين بالمعده محيطين بالمعده دايرين ها شد شدينا بحالك المعده يعني ركزي على المساله هذه وكنصحك تطوري نفسك خدمي على هذا لو بوان مهم حتى تتطورين وحتى تستفيدين من الحياه فالرجل بمجرد ان ياكل يتطمس وكما يقول المثل العيالات الا بغاوك يوكلوك او الا ما بغاوكش يوكلوك وعزل انت شماك الا بغيتي غنضرب غير البانين لا تيقن لا تعتق شي بحال هادشي الله يعاونك.